السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي قناة هورور براير. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح أسباب ظهور رسالة الخطأ 0xc00007b التي تظهر في بعض الألعاب الخاصة بالكمبيوتر، سواء عند تشغيل الألعاب أو عند تثبيت بعض الألعاب مثل Grand Theft Auto 5 أو سلسلة بيس. وهذه المشكلة يواجهها العديد من عشاق ومستخدمي أنظمة الويندوز. وأسباب ظهور هذه المشكلة قد تكون بسبب عدم تثبيت بعض البرامج المهمة على الويندوز مثل النات فريمورك والمايكروسوفت فيزيال والدايركت إكس وغيرها من البرامج الأخرى والمهمة للويندوز. لهذا في هذا الفيديو سوف نذكر لكم بعض الحلول لحل هذه المشكلة. والحل الواحد هو أن تقومون بتثبيت هذه البرامج لكي تحل معكم المشكلة، لأن هذه البرامج مهمة وضرورية جدا في الويندوز وسوف تقوم بحل جميع المشاكل الخاصة بالبرامج والألعاب. ولكن قبل بداية الشرح كالعادة لا تنسوا دعم القناة واللايك إذا أعجبكم الفيديو ونشر الفيديو لكي تستفيدوا ويستفيد غيركم من الشروحات الخاصة بنا. الآن سوف نبدأ على بركة الله. تقومون أولا بالذهاب إلى هذه المدونة، سوف تجدون رابط التدوينة أسفل الفيديو في الوصف أو الديسكريبشن. بعد الضغط على الرابط يوجهكم لهذه الصفحة، تقومون بالذهاب إلى الأسفل، سوف تجدون صورة خاصة بالموضوع، أيضا معلومات حول هذه المشكلة وأيضا بعض الحلول لهذه المشكلة كما ترون، أيضا حجم الفيديو الذي سوف نحتاجه الآن في هذا الفيديو في هذا الشرح 378 ميجا بايت. أيضا بعض الصور التوضيحية عند ظهور المشكلة، سواء عند تشغيل الألعاب كما ترون أو عند تثبيتها. أيضا سوف تجدون هنا فيديو الشرح وأربعة روابط لتحميل الملف، تقومون باختيار رابط من هذه الروابط فكلها روابط شغالة بدون أي مشاكل. بعد الانتهاء من تحميل الملف يأتيكم ملف مضغوط هكذا بالوينرار، تقومون باستخراج الملف. بعد ذلك يظهر معكم ملف على هذا الشكل، تقومون بالدخول إلى الملف، ثم سوف تجدون هنا بعض الصور التي رأيناها من قبل في التدوينة، وأيضا سوف تجدون هنا ملف تكست الخاص بالتحميل، تقومون بالضغط عليه هكذا. وسوف تجدون هنا بعض الروابط المباشرة لتحميل الملف الذي سوف نحتاجه الآن في الفيديو، أو أداة نحتاجها الآن تقوم بتثبيت هذه البرامج بضغطة زر واحدة بدون أن تقومن بالبحث عليها كثيرا في جوجل أو في بعض المواقع الأخرى. لهذا وضعت لكم هنا روابط التحميل، تقومون باختيار أي رابط من هذه الروابط، مثلا نقوم باختيار الرابط الأول، ثم تقومن بالضغط على كوبي، ثم تقومن بالذهاب إلى جوجل وعند شريط البحث، ثم تقومن بوضع الرابط هكذا كولي، وسوف يوجهكم لرابط التحميل، تقومن بتحميل الأداة. بعد تحميل الأداة تظهر معكم هذه الأيقونة الخاصة بتثبيت الأداة، تقومن بفتحها كمسؤول هكذا وتنتظرون هنا حتى يقوم بتثبيت الأداة. بعد ذلك تظهر معكم هذه النافذة كما ترون هنا، هنا سوف تجدون جميع البرامج التي تحتاجون لتثبيتها الآن في الويندوز كما ترون في الجانب، تقومون بنزع الخيار فقط على الأدوب شوك ويف كما ترون هنا، وتقومون بتعيين جميع البرامج الأخرى لأنها مهمة جدا للألعاب والبرامج أيضا. فأنا قد قمت بتثبيت هذه البرامج من قبل، لهذا لا تظهر معي كلمة تثبيت، ولكن أنتم إذا لم تكن هناك برامج مثبتة على الكمبيوتر من بين هذه البرامج الموجودة في القائمة كما ترون في البرنامج، فتقومون بتعيينها ثم تقومون بالضغط على انستال هنا في الأسفل كما ترون، وسوف يتم تثبيت البرامج تلقائيا وبضغطة زر واحدة.
لهذا أنصحكم كما ذكرت من قبل بالتعيين جميع تلك البرامج وتثبيتها. تقومون فقط بنزع الخيار على الأدوب شوكويف لأنه ليس مهم للويندوز أو الألعاب. وبعدما تقومون بتثبيت البرامج أحيانا يطلب منكم إعادة تشغيل الكمبيوتر. تقومون بإعادة تشغيل الكمبيوتر وبعد ذلك تقومون بتجربة اللعبة التي كانت تظهر فيها تلك الرسالة، وسوف تجدون تلك المشكلة قد تم حلها بدون أي مشاكل. وفي جميع الألعاب التي تواجهون فيها هذه المشكلة أو رسالة الخطأ الخاصة ب 0xc0007b كما ترون الآن، فعندما تقومون بتثبيت تلك البرامج سوف تحل المشكلة. وأيضا أنصحكم بتثبيت برنامج الدايركت إكس. تقومون فقط بالذهاب إلى شريط البحث في جوجل ثم تقومون بكتابة دايركت إكس، ثم تظهر معكم هذه النتائج. تقومون بالذهاب إلى الموقع الأول هكذا الخاص بمايكروسوفت، ثم تقومون بالضغط على تيليشارجي لكي يتم تحميل آخر تحديث من الدايركت إكس. وبعد ذلك تقومون بتثبيته. فطريقة التثبيت سهلة جدا، لهذا لا داعي لشرح طريقة التثبيت، وهذا أيضا سوف يساعدكم في حل هذه المشاكل الخاصة بالألعاب، سواء في رسالة الخطأ التي نتحدث الآن عليها في الفيديو أو في أخطاء أخرى تظهر في بعض الألعاب مثل مشاكل ملفات DLL أيضا. وهكذا قد أنهينا الشرح، ولما لديه أي تعليق ضعوا تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وسوف أرد عليكم بأسرع وقت ممكن. وفي الأخير لا تنسوا الضغط على لايك وشير، ودمتم في أمان الله.